حياكم الله مجددا في ذكرى استشهاد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتوافد الحشود الكبيرة اللي أعلنت عنها العتبة العلوية المقدسة بأعداد غير مسبوقة. تستنفر العتبة كل إمكانياتها الخدمية بمشاركة العتبة الحسينية وأيضا جهات ساندة أخرى في خطة أمنية مشددة، حتى حضر يوم أمس وزير الداخلية عثمان الغانمي للإشراف ميدانيا وعن كثب على انسيابية الزيارة وتنفيذ الخطط الموضوعة. مشاهدي الأحبة، نفتح وياكم هذا الملف لكن بعد أن نشاهد تقرير مراسلتنا نهى الشمري. من مختلف المدن تتوافد الحشود المليونية إلى النجف الأشرف قاصدة مرقد أمير المؤمنين لتقديم العزاء باستشهاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فمن مختلف الطوائف تجتمع على سفرة واحدة، والمواكب الخدمية تفترش على الطرقات لتوفير الراحة للزائرين وسط إجراءات أمنية كبيرة مبذولة التي أعلنت عنها قيادة عمليات الحشد الشعبي مع بقية صنوف القوات الأمنية بانطلاق قطاعاتها على 5 محاور باتجاه المدينة المقصودة قبل بدء الزيارة لتأمينها للوافدين. وكذلك العتبة الحسينية سخرت إمكانياتها الخدمية بتوفير عجلات لنقل الزائرين مجانا إلى النجف. أما المواكب المستمرة منذ أول يوم سفر تنقل خدمتها إلى طريق سير الزائرين مع تحول بوصلة المسيرة التي استمرت 20 يوما دون كلل أو ملل. فاختلفت الأدوار بين صاحب موكب وزائر يتوافدون إلى تعزية أمير المؤمنين تزامنا مع رفع راية الحزن إذانا بفاجعة رحيل النبي الأكرم، تلك الفاجعة التي قرحت جفون المسلمين وأدمت قلوبهم. فمع بلوغ ذروة الزيارة هذه الليلة تشارك آليات وملاكات البلدية التابعة لمحافظة بغداد مساندة للجهد البلدي المبذول في العتبة العلوية، إذ أعلنت العتبة عن تزايد كبير بأعداد غير مسبوقة للزائرين، حيث شكلت غرفة عمليات وخططا خاصة لاحتواء هذه الأعداد بما يتلائم مع المناسبة العظيمة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذا الملف. أرحب بضيفي الكريم الدكتور طلال خليفة الباحث الأكاديمي، حياكم الله دكتور ضيفا كريما، عظم الله أجوركم بمصابنا بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. دكتور، كيف تلاحظ هذا الزخم المليوني الذي ما إن أنهى زيارة الأربعين حتى استمر بذات الزخم وبأعداد جديدة لربما سواء من خارج العراق أو من داخل العراق، وبالتالي أدوا زيارة وفاة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لكم الأجر بذكرى شهادة نبينا وشفيعنا وحبيبنا النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. سؤال جنابك الموقر من الممكن أن نفرعه على فرعين: لماذا هذه الزيارة للإمام علي عليه السلام؟ ولماذا هذا العدد الكبير والذي يزداد بالطراد في كل سنة؟ يسأل البعض ولا سيما من الانتماءات الأخرى، من المذاهب الأخرى، من الأديان الأخرى، لماذا تزورون الإمام علي عليه السلام في وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ فنقول إن زيارة علي عليه السلام هي مواساة، على اعتبار أن علي هو نفس النبي بصريح القرآن الكريم،
وأن عليا هو أقرب الناس إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ومن الطبيعي أنك تعزي أقرب الناس إلى الميت حينما يتوفاه الله سبحانه وتعالى. كذلك هذه الزيارة للإمام علي هي عهد وولاء بأن نستمر على نهج محمد صلى الله عليه وآله الذي أتمه الإمام علي والأئمة من ولجه، والذي سيكمل المشوار ابنه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه. من ثم بناء على هذا السؤال وعلى هذين الأمرين نقول إن الناس يزورون ولا سيما بعد إحياء زيارة الأربعين، هناك زخم، هناك تفاعل، هناك يعني في قلوب المؤمنين تفاعل للتواصل مع محمد وآل محمد، ورأوا ثمار هذا التفاعل في زيارة الأربعين، والثمار كثيرة سواء كانت الثمار على مستوى الدنيا وفي المستقبل على مستوى الآخرة، أو سواء كانت في الأمور العينية أو في الأمور المعنوية، التواصل وإحياء هذه الزيارات وإحياء هذه المناسبات يعطي للإنسان دفعة معنوية، دفعة دينية، دفعة أخلاقية، دفعة تربوية، دفعة نفسية. من ثم النبي صلى الله عليه وآله هو جد الحسين وهو أفضل من الحسين، فالمؤمنون بالنتيجة يزورون الإمام علي عليه السلام في هذه المناسبة كما قلت لكي يعزوه ولكي يعلنوا ولاءهم المطلق للنبي وآل النبي صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. اسمح لي دكتور أن أرحب بضيفي الكريم ينضم معي عبر الهاتف، السيد العميد علي الحسناوي مدير مرور النجف الأشرف. حياك الله سيادة العميد، نتحدث عن الخطط الخدمية والإجراءات التي اتخذت بالتزامن مع زيارة أمير المؤمنين في ذكرى استشهاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، بالتالي كيف جرت الأمور من ناحية تقديم الخدمات، وأيضا الأمر الأهم من ناحية التفويج والتفويج العكسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي أنفسنا وأنفسكم والعالم الإسلامي بهذا المصاب حقيقة. أكيد يعني إحنا كمديرية مرور هناك استنفار كامل لإخوانك رجال المرور من الضباط والمنتسبين في مدينة النجف، انتشار غير اعتيادي لرجال المرور، هنالك صبر ومطالبة حقيقة في انه تدري يعني احنا 24 ساعة تلقى رجل المرور هو موجود بالشارع في سبيل يقدم افضل خدمات لكل اهلنا وناسنا الطيبين في مدينة النجف وحتى من بقية المدن العراقية الاخرى. هناك صبر ومطاولة وجهد استثنائي في يعني تنظيم حركة السير مرور واستقبال الناس. نعم. عندك علم يعني هيك عدد بهذا الكم الهائل، ملايين الناس، آلاف الناس باتجاه مدينة النجف، يعني هذا الحقيقة لحقيقة جهد غير اعتيادي. ونعم. نعم. تم بذل هذا الجهد واستقبال الناس بهمة عالية من قبل إخوانك رجال المرور وبقية الأجهزة الأمنية الأخرى. هذا أدى إلى أن يكون تعاون وثيق بيني وبين ليس فقط في قيادة الشرطة وإنما حتى الأجهزة الأمنية الأخرى. هذا فعلا يعد دوره بشكل غير اعتيادي في أن تفويج هذه الناس، الملايين الناس باتجاه الإمام علي عليه السلام. أعتقد كانت الخطة ناجحة في استقبال وايضا توفير الحكومه المحليه حقيقه. طيب. وفرت عدد. سياده العميد اسالك عن مسالك الذهاب والاياب سواء على الطرق البريه او الطرق المتصله بمطار النجف الاشرف وطريقه استقبال وتوديع الزائرين. نعم يعني كل الطرق بدون بما فيها الطرق الخارجيه، المطار من والى باتجاه المدينه القديمه يعني باتجاه كربلاء باتجاه الحله. عندنا محاور مهمة اللي هي الحلة بالإضافة إلى مفرق غماس، من الديوانية باتجاه مفرق غماس باتجاه مدينة النجف. يعني أعتقد جهد مو طبيعي، لأنهار إحنا شفنا موجودين بالشارع يعني نقوم بتأدية الواجب بأكمل وأفضل وجه. هذا إن دل على شيء إنما يدل على
وعي وايضا همه اخوانك رجال المرور والاجهزه الامنيه الاخرى في ان يقومون بهذا الدور الغير اعتيادي والمتميز بادائهم الرائع في استقبال الناس وايضا عودتهم، يعني عودتهم كانت هنالك ايضا همه عاليه لحد هذه اللحظه في ان نقوم بتنظيم حركه السير المرور وايضا ارسال جميع المركبات الى المنطقه اللي هي محصوره بين مجسرات العشرين وايضا مجسر الاسكان. هذه المنطقه حقيقه تشهد الان انسيابيه في حركه السير المرور رغم الاف الناس، وهذا يدل على شيء ما يدل على التنظيم العالي من قبل جميع الاخوه اللي موجودين، ليس فقط رجال المرور وانما جميع القوات الامنيه الموجوده. بارك الله بجهود الجميع. السيد العميد علي الحسناوي ومدير مرور نجف حدثنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. ونتحدث ايضا دكتور طلال عن يعني اقبال الزائرين على اداء هذه الزياره رغم قدسيتها ورغم الجانب الروحاني بها، ولكن تقديم الخدمات والقيام بواجب الزائرين وحسن استقبالهم، هل هذه العوامل ساعدت في ازدياد الأعداد سواء الوافدين من الخارج أو الزائرين من داخل العراق؟ أكيد تقديم الخدمة للزائرين من طعام وشراب وإسكان وبقية الأمور اللوجستية تحفز الزائر على أن يذهب، لأنه لا يحمل همًا لطعامه أو شرابه أو مبيته وبقية الأمور الأخرى، من ثم هذا يشكل يعني حافزا او دافعا للانسان في ان يذهب للزياره. كلما تطورت الخدمات كلما رايت عدد الزائرين اكثر، كلما تطورت الطرق وكان ذهاب الزائر ورجوعه اسلس تجد الاقبال اكثر. كذلك هذه الدافعيه عند المؤمنين كما قلت بعد زياره الاربعين، يعني هناك الشحن العاطفي لزياره الاربعين. زيارة الأربعين فيها شحن عاطفي كبير وفيها الكثير من الميزات التي تميزها عن غيرها من الزيارات. هذا الشحن يبقى مستمرا لأنه زيارة الأربعين قريبة من شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، بل يعني تجد حتى الكثير من الجنسيات الأخرى يبقون في العراق من زيارة الأربعين إلى وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لكي يتم زيارة الإمام علي عليه السلام في هذه المناسبة. بالنتيجة أقول إن توفير الخدمات جزى الله خيرا العراقيين الذين تميزوا بأنهم يخدمون الزائرين ويخدمون أتباع أهل البيت وكل من يسهم مع العراقيين من غير العراقيين في هذه الخدمات لاستدامة هذه الزيارات المليونية التي تقربنا بالأساس من الله سبحانه وتعالى ومن أهل البيت عليه السلام. الله عليهم أجمعين. أيضا اسمح لي دكتور أن نرحب بضيف الكريم انضمعنا عبر الهاتف، الحاج صاحب العكاشي من موكب العكاشيين من حسين القباء في النجف الأشرف. حياك الله حجي صاحب، نتحدث عن الخدمات المقدمة لزائري أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه الخدمات المقدمة من المواكب الحسينية استمرت منذ محرم وصفر وتواصلت إلى نهاية صفر. طيب كيف يكون شكل العطاء وسط كل هذه المدة الطويلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أعزي بهذه المناسبة العظيمة ألا وهي ذكرى وفاة النبي الأعظم نبي الأمة وفقيدها إمامنا المنتظر عجل الله فرجه ومرجعنا الكرام والجميع كما ونعزي أنفسنا خدمة الإمام الحسين. حشود الزائرين تتجه إلى حافظة النجف، ولكن هناك استعدادات تامة من قبل المواكب الحسينية بمناسبة وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم في حرم أمير المؤمنين عليه السلام، وفي ضد إجراءات أمنية وخدمية واسعة وكبيرة تضافرت كل الجهود على تقديمها لتقديم خدمة مميزة من قبل المواكب الخدمية في محافظة النجف
من خلال ثلاث منافذ. نعم. منفذ المناذرة نجف، ومنفذ الكوفة نجف، ومنفذ كربلاء النجف. انتشرت هذه المواكب على طول الطريق لتقديم الخدمة المميزة لزائري الإمام علي بمناسبة وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هذه الخدمة امتدت من زيارة الأربعين، وكانت خدمة مهيئة لها خلال هذه الفترة بعد عودتنا من طريق كربلاء إلى منافذ ومداخل مدينة النجف. انتشرت هذه المواكب. حج صاحب، يا ريت تحدثنا عن كفلاء المواكب، عن الهيئات الحسينية، كيف كان التعاون بين هذه المواكب لتوفير الخدمة على طول طريق الزائرين. طبعا المواكب الحسينية دائما، المواكب الحسينية دائما وابدا بيناتها متآلفة ومساعدة لتقديم الخدمة للزائر. هذه الخدمة، هذه الخدمة شرف، خدمة زائري رسول الله. نعم. بوفاته، وخدمة زائر الإمام الحسين شرفا لنا، نتفاخر بها. الكل تتبارى لتقديم أفضل الخدمات للزائر الكريم، الكل تتبارى. شوف يعني الجهود مضافرة جميعا، من رجال، من نساء. نعم. من رجال كبار، من أطفال، الكل تستعد لهذه الزيارات المليونية. اليوم قدمنا خدمة لست ملايين واربعين ألف زائر. ما شاء الله، 6 ملايين اليوم دخلوا إلى محافظة النجف. جميع المواكب الحسينية والمقبلية قدمت أرقى ما عندها من خدمات لهؤلاء الزائرين. قبلها كنا متمرسين وبكل فخر قدمنا على طريق كربلاء أكثر، بالأخص طريق نجف كربلاء، أكثر من 20 مليون زائر. هذه ممارسة حقيقة نعتز بها واعتدنا عليها. جزاكم الله خير يعني، وهذه الجهود مشفوعة وفي عين أمير المؤمنين إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا الحاج صاحب العكاشي عن موكب العكاشيين في حسينية قضاء في النجف الأشرف. حدثنا عبر الهاتف دكتور طلال لما نتحدث عن بناء صورة نمطية لهذه الشعيرة وقدسيتها. من يأتي ضيفا زائرا يكون يعني في رجوعه يكون رسولا لما لاقى من كل هذه التفاصيل الدقيقة والتفاصيل والإثراءات الكبيرة. بالتالي لما ينقل هذه الصورة تتوقع أن تكون هنالك تزايد في الأعداد في الأعوام المقبلة إن شاء الله؟ يكون هناك تزايد في الأعداد، لأن هذه الزيارات المليونية ولا سيما زيارة الأربعين، زيارة الإمام علي عليه السلام في ذكرى شهادة النبي، تجد أن العدد تصاعدي في كل سنة. أنا تابعت هذا الأمر في كل سنة. حينما الآن إذا جنابك الكريم تدخل على جوجل وتكتب أعداد زوار الأربعينية من 2003 إلى اليوم، لا تجد سنتين متشابهتين في الأعداد أبدا، ولا تجد السنة التالية أقل من السنة الماضية أبدا، صعود مستمر في هذا الأمر. هذا يدل على أن الزيارة تنمو بشكل مضطرد وبرعاية الله سبحانه وتعالى وتحت أنظار صاحب الزمان سلام الله عليه. يوم أمس رجعت من كربلاء المقدسة، كنت مشتركا في المؤتمر السادس للزيارة الأربعينية ببحث في المؤتمر. حقيقة طرحت بعض الأوراق البحثية المهمة من لدن باحثين من بريطانيا ومن ألمانيا، يعني من خارج العراق ولا سيما من الدول الأوروبية، أكدوا على مسألة آلية إيصال هذه الزيارة إلى الآخر، إلى الغرب. كيف نوصل لهم فكرة الإمام الحسين وفكرة الأربعين وفكرة إحيائنا لمواسم أهل البيت عليه السلام بهذا العدد الهائل؟ البعض مثلا من الذين أتوا، مثلا كان هناك مدعو من ألمانيا، يعني أستاذ متخصص بمنظمات المجتمع المدني،
وقام ألقى كلمة، قال: أنا لم أسمع سابقا بالزيارة الأربعينية، ولكن حينما أتيت وجدت أمرا عجيبا، يعني لا يمكن أن يتصور ولا يمكن أن يوصف. وقال: أنا بدوري يوم أمس في ختام المؤتمر، قال: أنا بدوري سأنقل هذه الرسالة في بلدي ألمانيا وفي كل البلدان التي أذهب فيها. أيضا باحثة من السودان، تعرف أن الإعلام العربي بعيد عن هذه باحثة دكتورة أستاذة مشاركة دكتورة من إحدى الجامعات السودانية، قالت: أنا دائما نكتب عن العمل التطوعي وأهمية العمل التطوعي، تقول: حينما دعيت إلى المؤتمر وجئت وجدت أن العمل التطوعي يظهر بأجلى صوره في العراق وفي هذه الزيارات المليونية. من ثم صار هناك اتفاق في وصايا المؤتمر أن يسعى المختصون، الإعلاميون، العتبات المقدسة، كل جهة ممكن أن توصل هذه الرسائل إلى الغرب يجب أن توصلها. لأنه إحدى الباحثات اللبنانيات وهي روائية وباحثة ألقت بحثا جميلا ومهما، هو الزيارة الأربعينية في عيون الصحافة الأمريكية. قالت في البداية وجاءت بشواهد يعني باللغة الإنجليزية وترجمتها، قالت في البداية كانوا ينظرون إلى الزيارة على أنها طقس اجتماعي، وفي كل الأخبار التي روتها، أنا يعني بعدي قريب من الإعلام ولسنوات طويلة في الإعلام وجنابك أيضا، تقول دائما يحشون السم في هذه الأخبار. يعني هو خبر عن الزيارة الأربعينية مثلا ويذكر أن هذه الزيارة هي للشيعة فقط، يعني يعطيك جملة في الخبر تقول، لكن مع تصاعد هذه الزيارة في يعني السنوات الأخيرة، بدأت الزيارة وأحداث الزيارة تفرض نفسها على الصحافة الأمريكية وعلى الصحافة الأوروبية. فواجبنا الآن الإعلاميون، المؤسسات الإعلامية، المثقفون، الأكاديميون، رجال الدين، من واجبهم أن يوصلوا الصورة الحقيقية والناصعة لهذه الزيارات. لماذا؟ لأنها تبين حقيقة هذا المجتمع العراقي، أن هذا المجتمع مجتمع كريم. واليوم أيضا إذا تدخل على جوجل اكتب أكرم شعوب الأرض، تجد أن العراق في الكثير من الإحصائيات بعد زيارة الأربعين المتكررة أنه أكرم شعوب الأرض. تجد أمرا آخر نحن بحاجة إليه في هذه الزيارات، يصبح المجتمع عبارة عن مدينة فاضلة، عن يوتوبيا كما يقال في الأدبيات، مدينة فاضلة لا تجد فيها المشاكل. وأيضا في واحد من البحوث المهمة في المؤتمر أيضا ألقيت أيضا من باحث متخصص، قال بإحصائيات دقيقة أنه من 1 إلى 20 صفر يعني عدد الجرائم في العراق والمشاكل التي تذهب إلى المراكز الشرطة تنخفض بشكل هائل في هذه الأيام. جرائم قليلة جدا، مشاكل اجتماعية ماكو، بالنتيجة المجتمع يتحول في هذه الأيام إلى يوتوبيا، إلى مدينة فاضلة. لماذا لا نحول كل السنة المجتمع العراقي إلى مدينة فاضلة ونقول نحولها من أجل الحسين سلام، من أجل الله أولا، من أجل رب الحسين وكرامة للحسين وكرامة قبل الحسين لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه. أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلاعات المعرفية دكتور طلال خليفة، البحث الأكاديمي أثريت الحوار في هذا الملف. وبالفعل في العديد من الحلقات أخذنا هذه المضامين التي خلصت بها الزيارة الأربعينية وزيارة الحسين عليه السلام، ونبقى مستمرين في رصد هذه المضامين المهمة والعالمية والكونية. أشكرك شكرا جزيلا مرة أخرى، ونتواصل معكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، بعد مدة عم فيها الهدوء على المشهد عاد النشاط السياسي مرة أخرى ليدب في جسد العملية السياسية ويرحل خلافات المرحلة الماضية ويوصل الكتل المتقاطعة فيما سبق عند فصل جديد سمته الأبرز الاتفاق على العناصر المشتركة انطلاقا من ائتلاف إدارة الدولة. نفتح وياكم هذا الملف وهذه ناقش هذه المتغيرات السياسية وانبثاق هذا التشكيل، لكن بعد أن نشاهد تقرير مراسلنا علي حبيب. إدارة الدولة المشروع السياسي المنبثق عن ائتلاف 6 قوى فاعلة في المشهد السياسي بحسب تسريبات نيابية وصحافية. هذا التحالف الذي يضم تحت سقفه أبرز الأحزاب السياسية العراقية
في المقدمة منها الإطار الشيعي والحزبان الكرديان الرئيسان والجناح السني بشقيه العزم والسيادة فضلا عن الكتلة المسيحية. ومن المؤمل أن يزاح الستار عنه خلال مقبل الساعات بتوقيع أعضائه ورقة الاتفاق السياسي النهائية والعبور نحو محطة تشكيل الحكومة المقبلة. فهذا التكوين يعد مخرجا هادئا للأزمة الراهنة ويدفع بقوة نحو مهمة استكمال المتبقي من الرئاسة وتسهيل عقد الجلسة البرلمانية بعد الأحداث الأخيرة وإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء الانتخابات المبكرة إذا ما استمر مطلب التيار بهذا الاتجاه، خاصة وأن التسريبات تشي بأن ورقة طرحه في الفضاء الوطني وصلت مراحلها النهائية بعد أنضاج أهم بنودها التفاوضية وفق معطيات مؤشرة حاليا. ومع وضع اللمسات الأخيرة يترقب الكثير ساعة الصفر والضوء الأخضر لولادة هذا التحالف بما ينهي الأزمة المستعصية منذ عام من الآن ويسرع في خطوات تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، خاصة إذا ما تم الأخذ بنظر الاعتبار عدد النقاط التي يمتلكها هذا التوجه، إذ يشكل المؤتلفون في هذا الجسم السياسي قرابة 80 من إجمالي عدد أعضاء المجلس النيابي، إلا أنه يضع في سلم أولويات مفاهيمه لإدارة الدولة مفاهيم التشاور والعناصر المشتركة والتعظيم من فرص الالتقاء. علي حبيب، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، ينضم معي ضيفا كريما في الاستوديو دكتور علي الدفاعي المتحدث الرسمي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. حياك الله دكتور ضيفا كريما، حضرتك سهل. وكذلك ينضم معي عبر سكايب من السليمانية السيد برهان الشيخ رؤوف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني. حياك الله سيد برهان ضيفا كريما. أبدأ مع حضرتك دكتور علي، نتساءل إلى أي مدى وصل تشكيل إدارة الدولة، خاصة وأن المعطيات الواردة إلى سجل الأحداث تشير عن وصول هذه القوى المؤتلفة إلى صيغة في نهائية تقديم ورقة متعددة المهام وأيضا فيها ترتيب أولويات، أربع أولويات ظهرت إلى الواجهة. كيف تشرح لنا أو تصف هذا الائتلاف الذي لم يعلن عنه بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اسمح لي نعزي مولانا صاحب العصر والزمان مراجعنا العظام لا سيما سماحة الإمام السيد علي السيستاني حفظه الله الأمة الإسلامية بذكرى رحيل خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله. تحية طيبة لكم للضيف العزيز لجميع متابعي قناة الأيام. الحقيقة نحن اليوم سنة كاملة تشارف على الانتهاء من عمر الأزمة الأطول في العملية السياسية بعد 2003، وأزمة للأسف الشديد كانت يعني مفتوحة دون مبررات بهذا الشكل، مورس فيها كما تعلم الكثير من السبل في تعطيل مؤسسات الدولة وفرض الإرادات حتى وصلنا إلى المواجهة المسلحة التي كنا نراهن على أننا لن نصل إليها باعتبارها المنزلق الأخير الذي لن يبقي بعده بارقة أمل، ولكن ألطاف الله تبارك وتعالى الصبر وضبط النفس للمعتدى عليهم، قوات أمنية، مؤسسات دستورية، الحكمة التي يعني مورست من جميع الأطراف التي وأدت الفتنة في وقتها، كل ذلك نحن اليوم يعني تكاد السنة تنتهي، وصلنا بحمد الله إلى ما طالما قلناه وأكدناه مرارا وثبتنا عليه، ألا وهو أن الاتفاق الوطني والمسار الدستوري هو السبيل الوحيد لتحقيق بيئة مناسبة صالحة للإصلاح. لا يمكن أن يكون بغير هذه الآليات الوصول إلى بيئة يعني ينمو فيها الإصلاح ويثمر. لذلك اليوم ائتلاف إدارة الدولة هو ائتلاف مبني على هذه الأسس، اتفاق وطني، مسار دستوري، همه أن يكون مشاركا حقيقيا جماعيا في مجلس الوزراء، يكون هناك مسؤولية تضامنية في هذه المسألة،
انطلق الميثاق السياسي المتوقع التوقيع عليه من كل هذه القوى المؤتلفة ينطلق من أسس وثوابت يعني رصينة وواضحة عند الجميع عند هذه القوى السياسية، ألا وهي الالتزام بالدستور وبمواده دون انتقائية، الشراكة الحقيقية في القرارات السياسية استراتيجية سياسية أمنية اقتصادية، حفظ التوازن بما يضمن تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي يعني توازنا عادلا في هذه المسألة. كل هذه التفاصيل لاحظ يعني سنة طويلة من عمر الأزمة، لكن ما نادى به الإطار التنسيقي قواه السياسية عبر كل هذه السنة المريرة الصعبة التي تضرر منها الشعب العراقي لا شك، وصلنا إلى ذات النتيجة. يا أخوان، لا خيار أمامنا إلا اعتماد هذه الوسائل، الدستور، الاتفاق الوطني، المسار الدستوري، كل الملفات بالإمكان الاتفاق عليها، وهذا ما وصلنا إليه في هذه القوى المؤتلفة التي بالأمس القريب كان هناك تباينا اختلافا في وجهات النظر، اليوم نحن ربما متعاكسة. نعم، يعني كانت خلافات يعني كبيرة، اليوم الكل لمس لمس حقيقي أن طاولة الحوار هي المخرج الحقيقي من هذه الأزمة، وأن اعتماد لغة الحوار والاتفاق الوطني والآليات الدستورية هي المخرج الوحيد، حتى إذا كان سقف إصلاحنا للنظام سقف عالي، لكن عبر هذه الطرق سيكون المسار معبد. ربما نحتاج إلى صبر، إلى مزيد يعني تداول الأفكار والرؤى والمقترحات، مزيد من العمر السياسي، لكن بالنتيجة هو هذا المسار الصحيح. ولا ننسى أن في كل عمر الاحتجاجات التي يعني مرت في نظامنا السياسي سواء في 2019 حتى في قبلها، كان صوت الحكمة من المرجعية الدينية العليا دائما ينادي أن الدستور بوصلة حركة في الإصلاح السياسي، الاتفاق الوطني مبنى أساس في الانتقال من ملف إلى ملف. عندنا ملفات دستورية لربما عالقة، دعني أجدد ترحابي بضيف الكريم الأستاذ برهان شيخ رؤوف. حياك الله أستاذ برهان. نتحدث ويتحدث ضيف الكريم عن اللمسات التي بقيت بانتظار وضعها من قبل الائتلاف الجديد، ائتلاف إدارة الدولة. خلينا نتحدث عن القضية الكردية أستاذ برهان. البعض يشير إلى أن العقبة الوحيدة التي تعترض هذا الائتلاف السياسي ومضي نحو تشكيل حكومة جديدة واستكمال متأخر من استحقاقات هو قضية انتخاب رئيس الجمهورية، فرغم قدرته في تمرير المرشح لكنه لربما يفضل الاتفاق الكردي الذي ما زال يطبخ على نار هادئة. كيف تنظر إلى هذا الطرح؟ حياك الله. حقيقة أوافق الرأي الأستاذ الضيف المتحدث باسم مجلس الأعلى في كثير من الطروحات الجميلة، وأقول نحن ليس لدينا نقص في البرامج والتصريحات والكلام الجميل لكل الأحزاب والمكونات، ولكن مشكلتنا الكبيرة هو في تطبيق هذه الطروحات الجميلة وبرامج الحكومات السابقة، كلها جميل وشارك فيها، ولكن في المشكلة في التنفيذ وعدم التزام فيه. فيما يخص بالبيت الكردي طبعا، ومن المستحسن أن يتفق البيت الكردي على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية وندخل، وهذا من مصلحة الشعب الكردي وإقليم كردستان، وإذا كان لم يصل الحزبان إلى مرشح واحد بالتأكيد كما حدث في عام 2018 سيكرر نفس السيناريو، ونحن نتأمل خلال الأيام القادمة خدمة لمصلحة العليا للعراق والعراقيين والشعب العراقي الجميع بكوناتي أن نصل إلى مرشح واحد، وأن يراعي مصالح الجميع الأحزاب والمكونات والمشاركة الجميع، هذا أمر ضروري. وإذا خلال هذه الأيام لن يصل الحزبان بالتأكيد هذا سيحسم داخل مجلس النواب، رغم أن لدى الحزبين قناعة كاملة بأن يحاولوا أن يصلوا إلى المرشح واحد خلال الأيام القادمة، وإذا لم يصلوا بالتأكيد فلن يتأخر العملية السياسية على هذه المسألة، وفي استطاعة مجلس النواب العراقي حسمه داخل قبة البرلمان. طيب، يعني يا ريت أنه تنصصني فقط على قضية اختيار رئيس الجمهورية أستاذ برهان،
وأيضا أسأل حضرتك عن إمكانية دخول بعض الأطراف التي لا زالت خارج هذا الائتلاف، هل هنالك إمكانية لزيادة العدد؟ رغم أن يعني لم يعلن لحد الآن هذه الائتلاف بشكل رسمي، ولكن كما نعلم التسريبات في الإعلام وإخبار عن حدوث هذا التغيير في المشهد السياسي العراقي، هذا خطوة جيدة يعني بعد شهور طويلة وما يقرب من السنة من انسداد سياسي ومناكفات سياسية والكسر العظام والعناد السياسي وكثير من الأمور، وأخيرا في أيام 29 و30 الأب ما شاهدنا مع الأسف الشديد العنف في بغداد، هذا ليس من مصلحة العراق والعراقيين، ومن مصلحة العراق والعراقيين أن يتحاوروا أن يأتلفوا في ائتلاف واحد، وهذا طبيعة النظام البرلماني في العراق والديمقراطية المنشودة في العراق، يجب أن يشارك الكل في إدارة هذا البلد إذا نريد عراقا مستقرا قويا أن يسود فيه الأمن والاستقرار والسلام للعراقيين، وأن يستفاد العراق والعراقيين من ثروات العراق الهائلة، أن يكون هناك تفاهم وتنسيق والالتزام بالدستور العراقي، هو خارطة الطريق لحل جميع مشاكل العراق والعراقيين، وهذا هو مشكلتنا في السابق عدم الالتزام بالدستور. ومن المستحسن أن يشاركوا الجميع في هذا الائتلاف في طي صفحة الماضي الأليم خلال الشهور الماضية، ولا أن لا نطي صفحة فساد ومن شارك في الفساد ونهب مال العام، هذا خط أحمر يعني يجب أن يحسب له الحساب. ولدينا في العراق يعني خلال السنوات الماضية وخلال حكومات سابقة يعني يجب أن نعترف الكل هناك انتكاسات إخفاقات في الحكومات السابقة، وكل مشارك فيها وكل مسؤول عما لحق بالعراق من الانتكاسات والإخفاقات، ويجب أن يصلح من قبل الجميع وبمشاركة الجميع من أجل أن نعبر هذه الأزمة الخطيرة التي موجودة حاليا في العراق. نحن الآن في أزمة حقيقية، مشكلة حقيقية، البلد يعني العراقيين يعني في الظرف لا يحسد عليه. طيب هذا الظرف الصعب اللي قارب من السنة. أستاذ برهان، دعنا ننتقل إلى الدكتور علي. نتحدث أيضا عن تمسك هذا التحالف بمرشح الإطار محمد الشياع السوداني أو من ضمن الاشتراطات الرئيسية، تسبق تكليف رئيس الوزراء باختيار رئيس الجمهورية، هل سيكون التوافق حاكما بين الحزبين الكرديين دكتور علي؟ وماذا عن كسر الإرادات أو كسر الجمود السياسي الذي أصبح السمة الظاهرة لهذا الائتلاف؟ طبعا احنا الان يعني ومن خلال قناتكم، وان كنا ننتظر يعني الاخوه الكرد ان يتفقوا ان شاء الله وياتوا قريبا، يعني يوم الثلاثاء يعني متوقع ان يكون هناك جلسه، ويفترض بحسب السياقات الدستوريه ان يكون الجلسه لانتخاب رئيس الجمهوريه، وان شاء الله يعني نشجعهم نحثهم على ان ياتوا بهذا الاتفاق على مرشح واحد لرئاسه الجمهوريه، ونحن معهم في هذه القضيه في ان يكون مرشحا واحدا توافقيا بين الأخوة الكرد، وإلا فإن المسار الدستوري في الحقيقة يعني لن يعني يمكن أن ينتظر أكثر من هذه المدة. عودا على قضية ذكرت ترشيح الإطار التنسيقي والقوى المؤتلفة معه للسيد السوداني، واليوم حقيقة لو نسلط الضوء على المنهاج الوزاري الذي عرض يعني معالم منه وبين أنه من 23 نقطة فيه مجموعة ملفات، لو نلاحظ أن منهاج السيد السوداني يمتلك في بدايته يعني لعله ثلاث مؤشرات نجاح استباقية. يعني كيف؟ لاحظ أن هذا المنهاج الوزاري لم يكن كباقي المناهج الوزارية ويأتينا مكدسا وحالما أو ورقة بيضاء تنقلب وبالا أسودا على الشعب العراقي في تفاصيل غير واقعية وغير موضوعية. هو مدرك أن حكومته حكومة قصيرة العمر، ليست كباقي الحكومات، حكومة وليدة ظروف استثنائية، لذلك جعل لديه أربعة أولويات في هذه الحكومة، وهذا مؤشر واقعي منطقي موضوعي للنجاح. جعل هناك ملف الكهرباء والصحة والخدمات البلدية وملف مكافحة الفساد،
وهي أولوية قصوى استثنى بقية الأمور، ليس لعدم أهميتها، لأن ظرف وعمر هذه الحكومة يستوجب أن تكون هناك أولويات محددة ومعدودة. المسألة الثانية أن هذا رئيس الوزراء صرح استباقيا أنه سيكون مسؤول عن معاقبة استثناء الوزراء الذين يفشلون في إدارة ملفاتهم أو يجنحون إلى الفساد، وهذه مسألة في غاية القوة لرئيس الوزراء، لأنه نحن نعلم كل رؤساء الوزراء السابقين كانت بنسبة كبيرة أيديهم مكبلة في أن يتناولون هذا الملف. السيد السوداني اليوم وبدعم ائتلاف إدارة الدولة سيكون مسؤولا كما صرح في هذه المسألة. النقطة الثالثة والمهمة، يعني كان جدا شفافا وموضوعيا عندما قال أن مهمتي وهدفي الأساس أن أوقف التداعيات السلبية للوضع الاقتصادي والخدمي. لاحظ، هو لم يقل سأبني، سأذهب إلى مشاريع، سأقوم بفرص كذا، هو واقعي يدرك أن الظرف الآني فيه انهيار كبير في مسائل يعني حقيقية وتمس الحاجة إلى إيقاف هذا التدهور، ولم يذهب إلى قضية أنه يفتح لنا فد نافذة ويقول سأعمل وسأبني وسأذهب. لا، هناك انهيار، مهمة الأساسية أن أوقف هذا الانهيار في مكانه. وكذلك هناك مسألة جدا مهمة حقيقة، العملية السياسية يفترض أن يكون يعني همها، سمتها، معلمها الأبرز باعتبارها هي يعني حالة يعني أداة لخدمة أبناء الشعب العراقي، هي العملية السياسية. قال أني أسعى إلى إعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها. وهنا حقيقة أريد أن أنوه أن إلى ما ذهب إليه الإطار التنسيقي طيلة هذه السنة المأزومة، يعني إلى قضية حماية الدولة ومؤسساتها، وأنا يعني أعلن من هنا كان الإطار التنسيقي يعني قراره أن يذهب إلى أبعد الحدود من أجل حماية الدولة ومؤسساتها، ولذلك قدم الدماء والشهداء من أجل حماية الدولة ومؤسساتها لا غير، لأن أمن المواطنين، وصولهم إلى مبتغاهم من رفاهية، من أمن، من استقرار، كله مبني على ماذا؟ على أن هناك دولة خادمة ومؤسسات تؤدي دورها في مصلحة أبناء الشعب العراقي. لذلك أنا أجد حقيقة كمتابع، كقارئ لهذا المنهاج الوزاري، أنه منهاج استباقي في تشخيص نقاط قوة نجاح. اليوم إحنا عندنا ائتلاف إدارة الدولة وهو ائتلاف واسع، وهذا ما أكدنا عليه، أن يكون هناك اتفاق وطني، مسارات دستورية. أرجع إلى يعني ذكرت جنابك أنه هل الباب مفتوح أو يعني ممكن دخول قوى أخرى؟ نحن هنا وباسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ندعو الشركاء السياسيين وبالذات أخوتنا في أبناء التيار الصدري بما تربطنا معهم من علاقات طيبة ومتينة أن نكون معا في ائتلاف إدارة الدولة، وإن لم يكونوا يرغبون أن يكونوا شركاء في الحكومة في ملفاتها التنفيذية، إلا أنه يكونوا شركاء معنا في قضية رسم هذه المعالم الوزارية، معالم إصلاح النظام السياسي ضمن عمر هذه الحكومة المرتقب ضمن سنة ونصف أو سنتين. طيب أستاذ برهان، كما يتحدث ضيف الكريم عن هذه التفاصيل التي تتزامن مع بناء ائتلاف إدارة الدولة، نلاحظ بأن السيد السوداني طرح مشروعه وبرنامجه، وأيضا في هذه الأثناء مصادر تقول أن هنالك اجتماعا في منزل السيد عمار الحكيم لمناقشة المستجدات السياسية والبحث في تفعيل جلسة البرلمان، كما نوه عن تفعيل الجلسة الدكتور الدفاعي. طيب، كل هذه المجالات، جلسة برلمان وبرنامج حكومي وقوة سياسية تجتمع، دعوات لدخول قوة سياسية أخرى، هل هذا الموضوع يمهد لقرب الانفراج السياسي أم أن عقبات تشخصها حضرتك لا زالت قائمة؟ نعم، حقيقة الوضع العراقي الحساس المتدهور يحتاج إلى إنهاء هذا الانسداد والتقارب بين جميع المكونات العراقية وجميع الأحزاب والقوى السياسية العراقية. لا طريقة أمام العراقيين ولجميع مكوناته إلى الحوار والجلوس على مائدة المفاوضات وحل مشاكلهم على مائدة المفاوضات هو طريق الأسلم والصح للعراقيين لإنهاء مشاكلهم وخلافاتهم، إنهاء انسداد السياسي والشلل السياسي الذي أصيب بالبلد ونحن في فراغ دستوري وقانوني في العراق.
وهذه الإشارات الجيدة من القوى السياسية سواء كان من بيت الكردي ومن إطار التنسيقي يحتاج هو بداية الخير ومؤشرات الخير من هذه القوى ونواياهم الحسنة من أجل التقارب ومد اليد للمصالحة من أجل خدمة العليا للعراق والعراقيين لا من أجل مصالح الحزبية. وفي هذا الظرف الحساس العراقي المخلص الوطني المخلص للعراق وللعراقيين هو الذي يضحي بمصالحه الحزبية والمكوناتية ضيقة من أجل المصالح العليا للشعب العراقي. والمشاكل العراق يعني معروفة للعيان معروفة للجميع، يعني الهدف الأولى لهذه الحكومة الجديدة يجب أن يكون مكافحة الفساد. الكل يقر من وجود هذه المشكلة الآن كثير من المراصد هذا الفساد أخطر من الإرهاب، يعني الإرهاب الإرهابيين يفجرون عبوة شيء في حي في أزقة في مكان ما يقتلون شخصين، لكن الفساد أثر على جميع المواطنين العراقيين وعلى حقوق العراقيين. يجب أن يكافئ ويحارب يدنا الحديد هذه الظاهرة الخطيرة، وهناك جيش من الكوادر والقيادات الكفوءة والنزيهة في جميع الدول السياسية الموجودة وفي جميع مكوناتها على أساس على الساحة العراقية. يجب أن يكون مجال لهذه الكوادر لهذه الأشخاص النزيهين حتى مستقلين في الكابينة الجديدة، وفي كما ذكر زيفون العزيز هذه الحكومة يعني عمرها قصيرة يعني جزء سنة وأكثر، يعني في هذه فترة لا يستطيع أن يفعل الكثير، لكن يستطيع أن يعطي مقدمة أن خطوة باتجاه الصحيح أن لبي حاجات ضرورية للشعب العراقي أن يعود النوع من الهدوء والاستقرار السياسي. في هذه الظروف يستطيع أن البلد يبني أن يستثمر أن يأتي للعراق شركات أجنبية مستثمرين من خارج العراق يعمل في العراق في ظرف آمن، وخلاف هذه لن يستفيد لا العراق والعراقيين ولن يستفاد الشعب العراقي من ثروات العراق الكثير. أشكرك شكرا جزيلا سيد برهان الشيخ رؤوف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حدثنا عبر سكاي من السليمانية، وشكر كثير لحضرتك الدكتور علي الدفاعي ناطق باسم المجلس الأعلى للإسلام العراقي أثريت الحوار في هذا الملف. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.